أتعرفين يا مريم من كسر ذراع ولدي؟ زوجك عقبة فعلها استهزاء به. ما كنت أعرف، ولو عرفت ما اختلف شيء. لكن عندي الأمر يختلف، فليست الكاهنة من تترك ثأر ولدها. أعطوا لها مكافأتها. سيكون حسابك عسيرا يا كاموس. خارجة، لابد من إيقاف الناس. لا تخافي يا خارجة، لا تخافي. وددت رؤى رغبتي. ميمان، كاموس، أحضر متاعكما والحق بي. أرجوك اغفري لي ما فعلتهم. ليتك ما جئت معي. قل لن ينفعكم الفرار. إن فررتم من الموت أو القتل. تمنيت لو أفتديك. ماذا أقول لأوتار عندما تسألني عنك؟ وددت لو أرى أوتار قبل أن أموت. سأتيك بها. سوف أذهب إلى وادي الشجر وأعود معها. ما عاد وقت، ما عاد وقت. أريدك أن تحمل وصيتي إلي. ميمان، كاموس، ما الذي أخركما؟ قل لها أن تذهب إلى رقية. ستبلغها بالمكان والزمان الذي نلتقي فيه. تعدني أن تبلغ وصيتي. أعدك بذلك. ماتت خارجة، قتلتموها بلا دم. بل قتلها الإله ديونيس لأنها كفرت به. اتبعاني. هيا يا كاموس، هيا يا كاموس، هيا. أرادوا وأراد الله خارجا. تأخرت في إبلاغنا يا مريم، فما استطعنا اللحاق بهم، لكن معركتنا آتية وكل آت قريب. ألحت علي في الذهاب معي كأنها تسعى لقدرها. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. إنما عليك يا مريم أن تتعلم الدرس، ولا تفعل الخير في غير أهله، ليكن علمك لخدمة المسلمين، ولا تعالجي أحدا حتى تعرفي ملته. لا أمنع خيرا فلن يضيع الخير، وإن رميته في بحر
ضاع، ضاع يا مريم، وقابلته الكاهنة بالغدر. لماذا تنظر إلى الكاهنة وحدها؟ لما لا تنظر إلى كاموس ولدها؟ كاد يقتل نفسه ردا للجميع. هو انفعال عابر يعود بعده بلا جحوده، وتغلبه طبيعته التي ورثها عن أمه الكاهنة. ما أظن ذلك، أحس بالنور يشرق في قلبه. صدقيني، سوف يذهب هذا النور عندما تتكاثر حوله الظلمات التي تحيط بالكاهنة ورجالها. ما عرفنا الظلام يطفئ النور، ولكن النور هو الذي يبدد الظلام. والله لا أواصلن طريقي، أداوي المرضى، كل المرضى، وأخفف أوجاعهم. هذا ما فهمته من الإسلام الذي يرعى إنسانية الإنسان. وحدك هنا؟ معي صبي يؤنس وحدتي، أما رأيته بالخارج؟ ألا يتردد عليك الغرباء من الرجال؟ كلهم يرعى حرمتي ولا يرفع بصره إلي. ما عرفت ذلك بين قومي. ما عاد قومك، وقد خالفت ميراث الأجداد، ضللك هؤلاء الغرباء بدينهم. لقد عايشتهم يا أبي وعرفت دينهم. صار بمقدورك أن تميز بين الحق والضلال. لا شيء يبرر خيانتك. تطلقين الغريب من حبسه وتهربين معه للإقامة في معسكره. لو كانت الحربة بيدي لقطعت بها رأسك، ولكنهم أخذوها مني قبل أن يسمحوا لي بالدخول. أتراني مستحقة للقتل يا أبي؟ لا شيء يغفر أفعالك. هذا السيف يغني عن حربتك، تستطيع أن تقطع به رأسي لو أردت. هذا ما سوف يكون، ولكني لست الآن في عجلة من أمري. مرة انظري ماذا افعل. ما هذا العبث يا صبي؟ لا يليق بك ان تمسك بهذا. كيف تكسرين السيف؟ اعطيك بدلا منه. هذا هو السيف الذي ينبغي ان تمسك به. سيف ابي، إنه سيأتينا مثله عندما أكبر. ما عدت صغيرا؟ أرني كيف تحمل هذا السيف وتضرب به. كيف وجدت ابنتك يا أبا مرة؟ على حالها. أما حاولت إقناعها للعودة معنا؟ تركتها تراجع نفسها. صرت ألتمس لها بعض العذر، فقد وقعت في تأثير سحرهم. ما هو بسحر؟ ولكني سمعت بعض قرآنهم، عباراته تنفذ إلى العقول والقلوب. أما أنا فقد راقبت أفعالهم، فوجدت كل ما ترتاح إليه النفس. ليتنا ما جئنا وراء مرة إلى هنا،
أخشى أن نقع فيما وقعت فيه. يا مرة، يا مرة. أبي، أبي. يا مرة، يا ميسرة، يا ميسرة، يا مرة. ما كل هذه الضجة؟ الخيمة مفتوحة، ما الذي يمنعك من الدخول إليها؟ لا يليق أن أدخل على امرأة قبل أن تتجهز لاستقبالي. أتجهز لاستقبالك؟ ما عندي شاة أذبحها لك. في ديننا لا ينبغي أن يطلع الرجل على عورات امرأة غريبة، ولهذا أردت أن أنبه لحضوري. المرأة المسلمة لا يظهر منها غير الكفين والوجه. ما بك يا مرة؟ أتنكرين شيئا مما أقول؟ لا أنكره، ولكني ما عرفته بين قومي. الرجال والنساء عندنا يتعايشون بلا حرج. أليس الأكرم للمرأة أن تصون جسدها عن أعين الرجال الغرباء؟ ضعي هذا على صدرك وظهرك. كيف حال ميسرة معك؟ سارة يمسك بالسيف ويضرب به. عظيم. ها أرني يا ميسرة، ما هذا؟ هل أصابك الجنون؟ أين سيفك الخشبي؟ انتهى زمانه يا أبي، وصرت مقاتلا كالرجال. زالت العاصفة منذ وقت ولا عذر لبقائنا. نحن لا نمنع رحيلكم عنا ولا نضيق ببقائكم معنا، الأمر بيدكم أنتم. إنما جئنا نطلب مرة، ونعدكم ألا نردها عن الإسلام. وما الذي بدل حالكم؟ دعني أصارحك يا عقبة، لو جاءنا دينكم هذا في مطلع العمر ما ترددنا لحظة واحدة في الدخول فيه. وما يمنع اليوم إيمانكم به؟ لنا مكانتنا بين قومنا، ولا نحب أن نخرج على ما ورثناه عن أجدادنا. عليكم أنفسكم، فالآباء والأجداد لا يدفعون عنكم شيئا من عذاب الله. عذاب الله واقع علينا على كل حال. لقد ارتكبنا كل ما ترونه حراما، قتلنا النفس ونهبنا الأموال وشربنا الخمر واقترفنا الفواحش والمنكرات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله. ما أحوجنا جميعا لمغفرة الله يا غياث. تعرفون بالطبع عمرو بن العاص فاتح مصر، كم أصرف على نفسه في الجاهلية، وعندما شرح الله صدره للإسلام خاف مما تخافون منه، فطمأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال له: الإسلام يجب ما قبله، أي أن الله يغفر كل الذنوب التي اقترفها قبل دخوله في الإسلام. ليس من السهل علينا الإيمان بدينكم، وإنما نعاهدكم بألا يصيبكم الأذى منا. هذا يكفينا حتى يشرح الله صدوركم للإسلام. نريد أن تعبر جيوشنا بأراضيكم وهي في طريقها إلى المغرب الأقصى. حددوا المكان والزمان ونحن ندبر الأمر. بارك الله فيكم. موعدنا إذن بعد صلاة العشاء، حيث نكون قد جهزنا لكم الخرائط. أقبل. ماذا وراك؟ عندما تحدد الزمان والمكان عليك أن تلتزم الكتمان يا عقبه.
ماذا تقصد؟ لا يزال بيننا من ينقل الأخبار للقبائل. أخاف أن يحدث للجيش ما حدث عند بغايا. كاد الجيش أن يفنى لولا لطف الله. من تظنه ذلك الخائن يا ثاقب؟ الله أعلم به، ولكن الحذر واجب. إن الحذر واجب. أنت يا مرة لا تعرفين حال وادي، إنه يعاني ضيق الصدر، نوبات الداء تعاوده كل حين. الخنوع والضعف هو الداء يا حسان. لا يزال في أول العمر. الصبيان عندنا في مثل سنه يهاجمون الغرباء ويقطعون رؤوسهم ويأخذون مكافأتهم. نهانا الله عن قتل النفس. دعيه وشأنه يا مرة، لا أريد ولدي جبارا يفسد في الأرض. ولدك فيه إيمان، ماذا لو جمع القوة والإيمان؟ سمعتك تقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. نعم، وهذا من حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام. دعني إذن أعلمه كيف يطلق السهم ويرمي الحربة ويركب الخيل. تمنيت أن أركب فرسك يا أبي. ستفعل يا ميسرة. إياك يا مرة أن تشجعيه على شيء كهذا، الفرس جامح ولن يبقيه على ظهره. متى أخرج من هنا يا أمه؟ عندما يعود إليك عقلك. أنا ما آمنت بإله العرب، ولكني أعبد ديونيس. لهذا دافعت عن المرأة المسلمة ومن اعتنى من قتلها؟ ما كانت تستحق الموت بعدما فعلته من أجلي. أنت الذي يستحق الموت. ليتني قتلتها وتركتك تقتل نفسك. ميمان، أما أبلغت أوطار أنني أطلبها؟ عندما علمت بمقتل أمها اشتد حزنها، فوضعتها الكاهنة في معبد الإله ديونيس لعله يخفف عنها. أريد إبلاغها وصية أمها. عليك بالصبر حتى نجد لك مخرجا مما أنت فيه. يطلب الثأر لأبيه راغم الذي قتله العرب. حسبته يطلب الثأر لنفسه مما فعله به عقبة، ولكنه نسي كل ذلك وكاد يقتل نفسه دفاعا عن المرأة المسلمة. أنا لا أبرئك يا ميمان مما صار إليه ولدي. لقد فاجأني بما فعل. ما تغير هذا الحال بين يوم وليلة. كان عليك أن تعود به عندما أحسست بتأثير العرب عليه. غرني التحسن في ذراعه عندما رأيته يحمل السيف. وما نفع السيف الذي لا يواجه أعداء ديونيس؟ ما فقد كاموس إيمانه بديونيس فلا ينبغي أن ندفعه للعناد. نحن نتهيأ لمعركة فاصلة مع العرب، وهذا ولدي كاموس، ولدي الذي أعده ليقود المغرب معي وبعدي، ينخدع بالعرب ويقع فريسة لهم. ماذا تقول القبائل عندما تعرف أن ولد الكاهنة يدافع عن أعدائها؟ كاموس فيه دماء البربر والروم
ولن يكون مساندا للعرب. صدقيني هي لوثة طارئة سرعان ما يشفى منها. لقد كان غياث مثله انخدع بالعرب ثم كشف أساليبهم. لو كان غياث هنا لعهدت له بأمر كانوس. الأنسب أن نتركه لأوتار، هو يعلم أن زواجه منها مرهون بمقتل عقبة، فهي الأقدر على إثارة عداوته للعرب. أوتار منقطعة لخدمة ديونيس. وما يمنع كاموس والآخر أن يذهب لخدمة ديونيس؟ على الأقل سيبدد الأقاويل حول تعاطفه مع المسلمين. وأخاف أن يصل الخبر إلى الأشقر خليفة كسيلة بالبرانس فيسعى لانتزاع السيادة منا. رأيك لا بأس به، ولكني أخاف أن يغيب عن رقابتي. لا، سنراقبه في المعبد كما نفعل هنا. ناقتي يا ديونيس لا تقوى على النهوض، اشفها لي. خرج ولدي إلى الصحراء ولم يرجع، أعده لي يا ديونيس. نضب البئر وما عاد فيه ماء يسقي الزرع، أفض علينا الماء يا ديونيس. عندما يحقق ما تطلبون أعود إليه للشكر. أوتار، أما رأيتني؟ ظننتك تسرعين إلي بعد هذه الغيبة الطويلة. قطعت ما كان بيننا بعد أن تركتهم يقتلونهم. أوتار، أنا ما استطعت أن أفعل شيئا. ولكنك فعلت للمرأة الأخرى ودفعت عنها. قالت الكاهنة أن موت أمك جاء بإرادة ديونيس، لأنه غاضب منها لأنها تركت عبادتها. ديونيس لا يغضب ولا يرضى، فلا تتعلل به. ما دمت ترينه كذلك فلما تنقطعين للخدمة في معبده؟ كم أبغض ديونيس وأكره الكاهنة التي قتلت أمي، لكنها تجبرني على طاعتها وترغمني على عبادتها. نظرتها تسلب إرادتي، فلا أملك من أمري شيئا. اهدأي يا أوتار، عندي وصية من أمك أريد إبلاغها لك. دعينا نخرج إلى مكان آخر حتى لا يسمعنا ديونيس. تعرف جيدا أن ديونيس لا يسمع، ولكن كهنته هم الذين ينصتون للأخبار ويدعون علمه بها. لو خفضنا الصوت ما استطاع أحد أن يسمع ولا عارف ديونيس. هيا بنا. توصيك أمك بالذهاب إلى رقية في وادي الشجر لتبلغك الموعد الذي تلتقيان فيه أنت وأمك. موعد نلتقي فيه؟ كيف؟ ماتت أمي، فكيف لنا أن نلتقي؟ لا أعرف، إنما أنقل ما سمعته منها. لابد أنها كانت تعاني ألم الجرح وسكرات الموت، فلم تكن تعي ما تقول. كان وجه أمك عندما حضرتها الوفاة يفيض بالبشر وتكسوه الطمأنينة، وكان حديثها يملأه الصدق. أما فزع من هول الموت؟ غلبها القلق قبل أن تقول وصيتها، فلما نطقت بها ووعدت بإبلاغها لك رأيتها تبتسم في ارتياح شديد، وتبتسم
تمضي إلى الموت كأنها ذاهبة إلى العرس. هل رأيتني أبي وأنا أقفز بالفرس؟ نعم يا ميسرة رأيتك. أستطيع أن أرمل سهم أبعد منه. أقدم يا ميسرة. لا أعرف يا مرة، هل ألومك أم أشكرك؟ عليك أن تستكمل ما بدأته بعدما أعود إلى قومي. لن أتركك حتى أجيد الرمي بالسهم. ما عادت تستطيع البقاء يا ميسرة، أبوها يطلبها كي تعود معه. دعني أذهب معه. لا، بل تعود إلى عمتك رقية، فهناك في وادي الشجر الهواء الجاف الذي يعالج ضيق الصدر. ما عاد ضيق الصدر يعودني. عندنا أيضا الهواء الطيب الذي يناسبه، لما لا تتركه معي؟ بالله عليك يا مرة لا تشجعيه على ما يطلب. أريد ولدي معي، فأنا لا أطيق ابتعاده عني. تستطيع أن تزورني هناك. الله أكبر، الله أكبر. أذان الظهر، هيا بنا نلحق صلاة الجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله صلاتنا وأعاننا على أدائها في مواقيتها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. صدق الله. صدق الله العظيم. لا يمنعكم شيء عن الصلاة، فهي أفضل الأعمال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولما لا يكون الفضل للزكاة ونحن نخرج نصابا من أموالنا وهي الأحب إلينا؟ أو يكون للصيام ونحن نحرم أنفسنا الطعام والشراب. بل أشق الأركان هو الحج، عندما نتحمل مشقة الطريق. أركان الإسلام كلها لها فضلها وأجرها، لكن الصلاة تتميز بفضل وأجر أكثر. فزكاة نؤديها عندما يحين موعد إخراجها، والصوم شهر واحد في العام كله، والحج مرة واحدة في العمر. أما الصلاة فهي 5 مرات في اليوم الواحد، نذكر الله ونحمده. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. صدق, صدق, صدق الله, الله العظيم. ما أشد حاجتنا إلى من يشرح قواعد الإسلام ويبين حكمتها. إني أخاف أن يسأل قومنا عنها فلا نعرف كيف نجيبهم. ماذا لو عاد معنا واحد منكم؟ ولكنكم تقتلون الغرباء. سوف نكفل حمايته ونمنع قومنا عنه. لولا أن أبا المهاجر قد تعرض لوعكة طارئة لأرسلت به معكم. أذهب أنا معه. يصر ميسرة على العودة معنا وأبوه يمنعه. لا يا مرة، لا أمنعه، بل أذهب معه. Thank you.
مفهومة بوصية أمك؟ ما فهمت منها شيئا، بقيت كما أبلغتني بها. بوسعك نسيانها، كأنك ما سمعت شيئا منه. حديثها لا يفارقني في يقظة أو منام. قل لي يا كيروس، لقد عايشت العرب فترة عندما كنت تعالج من ضوء. أما فهمت ما تعنيه أمي من أو منام؟ قل لي يا كيروس، لقد عايشت العرب فترة عندما كنت تعالج من ضوء. أما فهمت ما تعنيه أمي؟ لقد فرق الموت بيننا، فكيف لنا أن نلتقي مرة أخرى؟ ما يمنعك الذهاب إلى القرية في وادي الشجر؟ لعلها تستطيع أن تفسر لك ما تعنيه أمك. تعرف أنني لا أستطيع الرحيل حتى تأذن الكاهنة، وما أظنها تأذن حين تعرف ما يدفعني للذهاب. إياك وإبلاغها شيئا عن هذه الوصية، لو عرفت الكاهنة لن تتردد في الانتقام مني وبالطبع منك، ربما منعتنا الزواج. ما كفاها أنها قتلت أمي حتى تمنعني من معرفة وصيتها. سوف أذهب للرقية وليكن ما يكون. أوتار، ليس في الصحراء من يتحدى الكاهنة أو يخرج عن إرادتها. أريد الزمان والمكان الذي اختارته أمي كي أراه. أمرك، اعتادت الكاهنة أن تبعث بك إلى وادي الشجر كي تستطلع أخبار عقبة. عندما تذهبين في المرة القادمة بوسعك البحث عن رقية والاستماع له. أرحل إلى القيروان إن شاء الله الجمعة القادمة مع القافلة المتجهة إلى الشمال. لا أتصور رحيلك عني، ألا تبقين من أجلي؟ فزوجك أبو المهاجر في طريقه إلى المغرب مع المسلمين. إنما جئت وادي الشجر ألتمس الشفاء لابن أخي ميسرة، ولقد استحضر أبوه معه ولا أظن أنه سيعود. ربما وجد مكانا آخر يناسب حالته. ألا تبقين من أجلي؟ كم أنا في حاجة إليك. ما هي إلا أيام ويعود غياث، قال إنه لن يتأخر عن غرة رجب. من كان في مثل علمك فلا غنى عنه. الحلال بين والحرام بين، وإذا اختلط عليك شيء اجتنبي. لقد بدأت الطريق إلى الله، وكم تمنيت أن أواصله. وما يمنعك يا أم غياث؟ أعظم ما في الإسلام أنه لم يضع حاجزا بين الإنسان وربه. الله سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. كم أنا في حاجة إلى العمل، ليتني مثلك. لقد نشأت في منازل الوحي وأخذت عن الصحابيات وأمهات المؤمنين، ليت لي بعضا من علمك. لا ينفع علم بدون عمل. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما تعلموا فلن تؤجروا حتى تعملوا. احفظي ما استطعت من كتاب الله، وقومي الليلة تتعبدين له، وإن أخلصت في عبادتك جاءك العلم من عند الله. يقول تعالى عن عبد من عباده: آتيناه رحمة منا وعلمناه من لدنا علما. لولا أن غياث يصر على البقاء على مقربة من الكهنة لرافقتك حيث تكونين. دع غياث يجاهد انتصارا لدين الله ويختار المنهج الذي يراه، فليس أفضل من الجهاد عبادة. هذه المرة سيواصل الجيش بعونه تعالى المسيرة حتى يبلغ بحر الظلمات. لذا أريد من كل منكم أن يطلع بالدور الذي رسمته له حتى لا يعطلنا شيء عندما نبدأ المسير. ما عرفنا الموعد الذي اخترته ولا الطريق الذي تسلكه. ما يهمك في هذا الأمر يا غياث؟ أتنوي الخروج معنا؟ بل أذهب إلى الكاهنة أضللها حتى نأمن شرها. تضللها أم تضللنا؟ الله أعلم بما تنوي. ما الذي تقصده؟ بيننا من يحمل الأخبار لأعدائنا يا عقبة، ذلك ما اتضح لنا عندما كنا في بغايا.
كاد الجيش أن يفنى هناك. ولما لا يكون غيري هو الخائن يا ثاقب؟ ليس بيننا من يتردد على الكاهنة يا غياث. الخائن في طبعه الخيانة. لما لا يكون ذلك الذي أخفى الغنائم من أكياس الذهب؟ كف عن تبادل الاتهامات، وإلا أقمت عليكم حد القذف. إنما أحرص على سلامة الجيش يا عقبة حتى لا يقع في كمائن الأعداء. لست بغافل عن من ينقل أخبارنا، لكنني لا أترك الشكوك تبدد الثقة في من حولي. إن شئت يا عقبة أبقيتني معك، أحارب بسيفي. إنما أريدك أن تكفينا شر الكاهنة وحلفائها. عليك أن تبلغها أن عقبة لن يستكمل الفتح حتى لا يصادم قبائل زواوة. نعم الرأي يا عقبة، وعندما نخترق أرض زواوة لن تقوى الكاهنة على تتبعنا، ولن تستطيع بقايا الروم التصدي لنا. متى يكون التحرك إن شاء الله؟ الموعد سيحدده أبو مرة ورجاله. لعلهم لا يغدرون بنا، قبائل زواوة لا عهد لهم. أحسب أن الإسلام قد غير حالهم. على أي حال فحسان بينهم وسينقل لنا أخبارهم.